السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي لكم فكرة جديدة، وهي نصوب علاقة الفولارات. هذه ديجا أنا مصوبها وهي غير عادية، غنعاودو دابا نقادوها. غادي نحتاجو اللقاط اللي بيه باش حليت هذه، والمقاس، وغادي نحتاجو لهادو. انا استعملت هادو حيتاش هما اللي عندي دابا في الدار وما كنستعملهمش، وهادو ديال خامية، وكاين اشكال اخرين كتلقاي يا اما كبار يا اما صغار. انا اختاريت هادو وحيتاش عندهم هادي صغيرة، غادي تدخل ليا في هاد العلاقة. تاجو توب غادي نغلفو بيه هادو، وغادي نحتاج حتى لو نواغ. هادو غير تواب انا قطعتهم، يعني ما احتاجيتش نشريهم. ودابا غادي نقطعو هذا ود باش نخشيو. هنا مثلا دابا غادي ندخلو هذا هنا، إبرة وخيط حيت صعيب تلصق بسهولة، ميمكنش أحسن نحاولو منبينوش. غادي تكون هكا، ندخلو هادو هنا. ولكن كاين واحد المشكل، هو انه هذا في الكري وهذا في الذهبي، اذا غادي يزي شويه ما عندوش واحد النوع. دابا غادي نصبغ هادي بنوار، وحتى هادو حتى هما صبغهم بنوار هادو باش يعطي واحد المنظر اخر. دابا غادي نصبغهم. هادي صباغه ديال الحديد، وها كما كتشوفوا صبغت هذه حتى هي بنوار باش ما يبقاش، درتهم هنا باش تبقى معلقين. بسم الله نكملوا هذا. دي نخليهم ينشفوا وابخي دابا غادي نحاول نصوب وريضات نزينو بيهم هادو. ها هما راهم نشفو، باقي الاخر ما نشفاتش. اوكي، اول حاجه نكونو ديجا صوبنا الخيط، نستعملو بعد ما خيطتها نحاول نقطع على هاد الجنبين. عطاوني دي بوتيت فلور كوم سا، جو سي با واش كيبانو دي فلور او نو، مي هادشي بعد الله. اوكي غادي نكمل.
كانت عندكم دي فلوغ ديجا مصاوبين ولا او بيان ديروا شي حاجه تخسرات صباط ولا شي حاجه هكا ممكن تستعملوه. هي نشفات لي العلاقة. تقدر تكون عندكم نتوما ديجا كحلة جو سي با. المهم دابا غادي نبدا ندخل في هادو ونرد البال للخياطة تبقى هانتوما راه غادي شوفوا من بعد ما حطيتهم هكا ممكن لاصقوا بيناتهم باغ اكزومبل بهذا العقيق هو اللي غادي نستعمل دابا باش نيت ما يبقاوش يتحركوا هكا. ممكن تعمرو بزاف ممكن تصاوبو كتر من وحدة هكا تبقى باينين الفلارات اللي عندنا نقدرو نعلقوهم ونفس الوقت فكرة لبنة تمنيت عليكم. نتمنى تكون هاد الفكرة عجباتكم وان شاء الله فكرة اخرى. باي باي.